أشكرك على طرح هذا السؤال. نحن دائما وباستمرار نقابل مثل هذه التساؤلات أينما نتواجد. طبعا لدينا مشروع بدعم مباشر من مجلس الوزراء الأخ دكتور عبد السلام حميد تحني وزير النقد. أنت زعرا مجلس الوزراء بمخاطبة من الإدارة العامة للمطار بضرورة إعادة تأهيل بوابة المطار ودوار ونافورة دورة المطار. نعم. واعتمد المشروع بمبلغ حوالي 700 مليون ريال يمني، وتم العمل فيه وانجز اكثر من 60%، ويعني حصلت يعني في اشكالات وتوقف المشروع، وقمنا بمخاطبه معالي وزير النقل رئيس القطاع المدني وزير الدوله مخاطبه رئيس مجلس الوزراء وايضا وزاره الاشغال ووزاره الماليه، وخلال 3 أو 4 أيام استلنا في العمل. واليوم كان في زياره للمطار الاخ رئيس قطاع المدينه والارصاد ووكيل وزاره الاشغال المهندس حسين العقربي من اجل هذا المشروع، والعمل مستمر، وان شاء الله ان يعني خلال 3 أو 4 أشهر ننتهي من هذه البوابه التي سوف تكون واجهه حضاريه ومدنيه لعدن، وسوف يتم ازاحه تلك الصبيات بالتنسيق والتعاون مع اللجنه الامنيه العليا في عدن.